السلام عليكم مشاهدي قناة شوف تي في. اليوم في برنامج جوا في دقيقة اختاريت أنني نقدم لكم مركز عصير البرتقال اللي تقدروا تستعملوه في مجموعة من العصائر. بقوا معنا حتى الأخير. مشاهدينا كيف ما كتشوفوا مركز البرتقال هو واجد كيخرج لنا جوج اطرو ديال العصير. كما كتشوفوا مهم بزاف اننا نديروه في قراعي ديال الزاج ونحتفظوا به في الثلاجه لمده 15 يوم. وكما كتشوفوا هنا زدت عليه شويه الماء وتقدروا نشربوه كعصير برتقال عادي اولا كيف ما كتشوفوا هنايا زدت عليه الفريز. نتوما تقدروا تزيدوا عليه اي فاكهه من اختياركم. انتظرونا في حلقه اخرى وشهيه طيبه.